أهلا بكم مشاهدينا. ألغام بنغازي إرهاب الدواعش ومجلس الشورى الإرهابي الذي استمر حتى بعد تحرير المدينة وحصد أرواح الأبرياء وعددهم بالمئات. هذا الإجرام كان وراءه آلة إعلامية أخوانية تبرر وتغطية سياسية من تنظيم الإخوان. لن أطيل عليكم وسأبدأ حلقتي بمقدمة أرشيفية من برنامج آراء في تاريخ 6/9/2017. أهلا بكم مشاهدين. الموت المحقق، من لم تطاله قذائفهم العشوائية وحربهم الشرسة الإرهابية طالتهم مفخخاتهم وألغامهم المزروعة التي تركوها خلفهم في كل مكان، مصرين أن يكونوا دعاة للدم والقتل. أما ساستهم وأسيادهم هناك في طرابلس يشرفون على القتل الممنهج للمدنيين قبل العسكريين مع سبق الإصرار، وكأنه حكم جماعي من هذه الجماعات الضالة، وكعادتها عندما تخسر تكفر الجميع. إذن شاهدنا الآن هذه المادة الأرشيفية وهذه المقدمة لحلقة من برنامج آراء بثت في يوم 6/9 من عام 2017، واليوم نحن في منتصف شهر يونيو 2020. وذات السيناريو الذي تعيشه طرابلس الحبيبة اليوم عاشته بنغازي قبل ذلك، واعترف الدواعش بزراعتهم الموت المنتشر في أحياء ومناطق المدنيين. لم يتركوا بيت ولا شارع ولا زقاق ولا مزرعة ولا موقع عام ولا طريق ولا أي مكان تواجدوا فيه إلا وزرعوا إرهابهم في كل مكان في مناطق وأحياء المدينة. نذكركم بما كانت عليه بنغازي كربط مباشر لما يفعله الإرهابيين بذات الأسلوب الدموي في الحبيبة طرابلس، لتكتمل عندكم الصورة وتتضح الحقيقة التي يريد إعلام التنظيم تبرئة ميليشياته منها. والذي نفس محمد بيده، قد جئتكم بالذبح ونحن نقولها لهم، قد جئتكم، قد جئناكم بالذبح. بصرنا في بنغازي بأنه تم إسقاط معقل الطاغية حفتر وأبو خمادة ومن تبعهم من عساكر حميد الطواغيت الذين عاثوا في الأرض فسادا، الذين ضيعوا دماء الشهداء وضيعوا الشباب وضيعوا دينهم. ننصحهم بأن يرجعوا عن ما هم عليه وأن يتوبوا إلى الله عز وجل وقبل أن يفوت الأرض. من يتبعهم؟ أمين أبا، نسأل الله ذلك. هذا مفترق شارع الخليج، هذا مفترق شارع الخليج، رسالة إلى مرتدين أهدى الله. والله وتالله وبالله لقد جئناكم برجال
يحبون الموت كما تعشقون أنتم الحياة يا أعداء الله. والله أبشر بإذن الله عز وجل بالمفخخات، وأبشر بالكواتم بإذن الله عز وجل. ونحن نحن نريد حكم الله في الأرض بس، ونقول يا بغداد نحن جنودك بيعناك على الصم والطاعة. كل جايينك في الوحيش يا كلب. وجايينك يا كلب في الوحيش بإذن الله جاييكم بإذن الله عز وجل. الله أكبر. إن نرى نصر الله لقريب. نقول لأخواننا الذين خرجوا وزلهم الشيطان أن يرجعوا، ولا يفوتكم فضل الجهاد، ولا يفوتكم فضل الانتصارات. وهذه الكرسونه اللي دايرينها بالتحديد، هذه الكرسونه انت لما تحبس انا تلمس الزئ تلمس. اعطيني سولج عمك هذا الفتيل. لما انت هذه ما عندهمش كرسونه كهربائيه، هذه تعيش اطول عمر. يعني البطاريه مرات تطيح، لكن هذه اطول عمر. إذن مشاهدين، هذه الصور التي قمنا ببثها قبل قليل، وبإمكانكم متابعة منصاتنا المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان قناة ليبيا، منصة قناة ليبيا الحدث على موقع الفيسبوك، وأيضا ليبيا الحدث تويتر، وقناة الحدث عاجل أو منصة الحدث عاجل، وأيضا أخبار الحدث عبر تويتر. وكل هذه المنصات تحت إشراف زميل محمد الورفلي، ستبث بعد دقائق من الآن يعني إعادة تذكير تقارير لقناة ليبيا الحدث عبر مختلف منصاتنا، التي رصدت ما كانت تعانيه مدينة بنغازي من هذا الموت المنتشر في مناطقها وأحيائها المدنية، وذلك بعد يعني تمترس واحتلال هذه المواقع وهذه الأحياء المدنية من هذه المجموعات الضالة التي كانت تسمي نفسها مجلس شورى ثوار بنغازي بأذرعه المختلفة، والتي كانت تمول وبكامل الصورة سواء كان إعلاميا سياسيا وعسكريا من تنظيم الأخوان. كان هذا التنظيم يعني يدمر مدينة بنغازي من خلال هذه الأذرع المسلحة الميليشياوية الإجرامية، سواء كان في بنغازي أو في درنة أو غيرها من المواقع. الآن مشاهدينا نتابع هذه المادة للناطق الرسمي باسم مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي، والذي اعترف فيه بأنهم قد قاموا بزرع هذه المفخخات في مواقع مختلفة وأحياء مختلفة في مدينة بنغازي كنوع من حربهم على أو حربهم ضد قوات الجيش الليبي في أحياء بنغازي. هذه المداخلة كانت وهي أرشيفية كانت في مع قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الإرهابي الصادق الغرياني. بالنسبة للوضع الميداني، فالوضع لله الحمد جيد جدا. قمنا بترتيب صفوفنا واستطعنا امتصاص زخم هذه الحملة الغاشمة، وكما قلنا في مداخلة بالأمس أن انسحابنا من شارع الشجر كان انحياز عسكري لامتصاص هذا الزخم،
وجر العدو للوقوع في الكمائن والألغام الأرضية التي قمنا بزرعها. وبالفعل عدد القتلى في صفوفهم كبير جدا، ولعلكم تابعتم الاستنفار في مستشفيات وعيادات الكرامة. في يوم واحد فقط من هذه الأيام الستة الماضية وقع منهم قرابة 90 قتيل. ناهيك عن بالنسبة للوضع الميداني، فالوضع لله الحمد جيد جدا. قمنا بترتيب صفوفنا واستطعنا امتصاص زخم هذه الحملة الغاشمة، وكما قلنا في مداخلة بالأمس أن انسحابنا من شارع الشجر كان انحياز عسكري لامتصاص هذا الزخم وجر العدو للوقوع في الكمائن والألغام الأرضية التي قمنا بزرعها. وبالفعل عدد القتلى في صفوفهم كبير جدا، ولعلكم تابعتم الاستنفار في مستشفيات وعيادات الكرامة. في يوم واحد فقط من هذه الأيام الستة الماضية وقع منهم قرابة 90 قتيل. ناهيك عن الجرحى. إذن كنا في استماع هذا الإقرار أو هذا الاعتراف بالناطق من صفة من الناطق الرسمي باسم مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي عند مداخلة له مع قناة التناصح، القناة هذه وقنوات النبأ وغيره من هذه الأذرع الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان والمقاتلة وتابعة للمفتي المعزول، كانوا في تغطية إعلامية ضخمة للعمليات الإرهابية في مدينة بنغازي، وكانوا يغطوا كل هذه العمليات بأنها عمليات للدفاع عن ثورة 17 فبراير وأن هؤلاء ضد الثورة المضادة وغيره. يعني استخدموا هؤلاء الإرهابيين للدفاع عن وجودهم الآثم في مدينة بنغازي وقبلها في درنة وغيرها من المواقع. كانوا يلبسون هؤلاء ثوب الثورة أو ثورة 17 فبراير وأنهم ثوار، بينما الحقيقة واضحة أمامكم أن هؤلاء الإرهابيين استخدموا كل الأساليب الدموية والإرهابية للإبقاء على وجودهم الآثم في محاور بنغازي أو مناطق مدينة بنغازي. استخدموا المفخخات، استخدموا الدقم، استخدموا التفجيرات، استخدموا العمليات الانتحارية، استخدموا الألغام التي كانت وما زالت أعتقد تحصد أرواح المدنيين في مدينة بنغازي، وهي ما زالت تشكل خطر على الأحياء أو المناطق الشاسعة في مدينة بنغازي التي كانت تسيطر عليها هذه الجماعات الإرهابية. عدد الألغام الذي قامت الأجهزة المختصة والمعنية في سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية وأيضا التابعة لصنف الهندسة العسكرية للقيادة العامة للقوات المسلحة، قاموا بنزع عدد آلاف من الألغام كانت مزروعة في كل شبر في الأحياء والمناطق التي كانت تحتل هذه الجماعات الإرهابية، سواء كان قنفودة، بوصنيب، سوق الحوت، الدوارشة، يعني بنينة، الصابري، كل هذه الأحياء اللي كانت تسيطر عليها هذه الجماعات الإرهابية كانت مسرح للعمليات الإرهابية الداعشية. وجاءت قناة النبأ صورت بشكل مباشر هذه العمليات الإرهابية في مدينة بنغازي ونقلتها على أنها حرب ضد الثورة المضادة. إذن ترافقني هذه الصور لتذكير الليبيين بما عانته مدينة بنغازي من هذا الإرهاب وهذه القطعان من المتطرفين الإرهابيين. دمروا معسكرات، دمروا مؤسسات دولة، فجروا مراكز شرطة، فجروا محاكم، فجروا الإنسان وكل شيء والأحياء السكنية وكل شيء بعد تواجدهم الآثم واحتلالهم مدينة بنغازي. توعدوا أهل بنغازي بالذبح، توعدوا بنغازي بالعمليات الانتحارية، توعدوا مدينة بنغازي بالكواتم، توعدوا مدينة بنغازي بالاغتيالات، توعدوا أهل بنغازي بكل يعني مستويات الإرهاب والتطرف. والآن إعلام تنظيم الإخوان ذاته نفسه نفس الأذرع الإعلامية تصور أن الجيش هو من زرع الألغام في طرابلس، فمن زرع الألغام والمفخخات وتوعد بالذبح ويعني بالصوت والصورة هو أمامكم قادر أنه هو يقوم بذات الفعل في طرابلس. فلا فرق بين طرابلس وبنغازي، طرابلس مدينة ليبية وطرابلس مدينة ليبية، طرابلس ليبيين وبنغازي ليبيين، ما همش بنغازي ما هيش مدينة في تعتنق ديانة أخرى أو حتى يبرر هؤلاء الدواعش هذه الأفعال الإجرامية اللي هي تجرمها الإنسانية بالكامل. إرهاب وتطرف يعني
كان منتشر في كل مكان في ليبيا، وما زال تنظيم الإخوان، ما زال الإعلام الإخوان يقول بأن الجيش هو من وراء العمليات الإرهابية أو هذه زراعة هذه الألغام، مزارع الألغام أو المواقع الأحياء والمدنية في طرابلس، أنها تم زرعت فيها ألاف من الألغام ليأتي ويستدعوا الأتراك ويستعرضوا تمثيلية على أهلنا في طرابلس أنهم هم من أن هؤلاء الأتراك هم من يحافظون على سلامة أهل طرابلس. أصبح التركي اللي جايب المرتزقة، ألاف المرتزقة لطرابلس، هو من يحيد هذه المفخخات عن المدنيين على أساس صناعة إرهابية متطرفة متكاملة الصورة، وإرهاب ونفاق وتطرف، ويحاول قدر المستطاع تجميل الصورة الملطخة بالدماء، الصورة الملطخة بالإرهاب، الصورة الملطخة بالظلام، بالقتل، بقتل الأبرياء. مش هتقدروا طالما أن هناك صوت، مش هتقدروا تظلوا الليبيين طالما أن صوت ليبيا الحدث موجود، وصوت العقل موجود، وصوت ضمير الأمة الليبية موجود، مش هتقدروا تظلوا الليبيين. ما حدث في بنغازي هو ذات السيناريو أو جزء ثاني أو نسخة مكررة لما يحدث الآن في طرابلس، وجبنا لكم الفيديوهات السابقة، حنستعرضوا حتى الفيديوهات أخرى أو مواد أخرى، وبالإضافة إلى فيديو اعتراف الناطق الرسمي بمجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي، اعترف بلسانه إلى جانب اعتراف الساقزلي، وهذا ما بثناه، أعتقد المادة موجودة في مواد أمس يا شباب، ممكن تستعرضوه. اعترف هؤلاء بأنهم وراء زراعة الألغام، بل وقايضوا القيادة العامة وابتزوا للمدنيين في سبيل إخراج هؤلاء الإرهابيين من مناطق بنغازي. قايض وتنظيم الإخوان إعطاء خرائط الألغام اللي كانت منتشرة في أحياء المدينة، أنهم هم يسلموا هذه الخرائط مقابل إخراج الإرهابيين، وهذا ما جاء على لسان أو تدوينة لمصطفى الساقزلي أحد أهم وأبرز قيادات تنظيم الإخوان، اعترف بذلك، وهذا اعتراف رسمي ومباشر أيضا يضاف لاعتراف وهذه التدوينة أمامكم، هذا اعتراف بأنهم وراء كل هذا الإجرام اللي كان في مدينة بنغازي. وأعيد وأكرر، نفس من استهان بأرواح المدنيين في مدينة بنغازي وعرض آلاف أو عشرات الآلاف من أبناء مدينة بنغازي المدنيين الأبرياء لخطر هذا التنظيم، هذه الألغام، هو نفسه يفكر بذات التفكير في طرابلس اليوم. فمن استهان بالمدنيين في بنغازي يستهين بالمدنيين في كل مكان، الأمر واضح، ما فيش أي لبس. واستعرضنا في حلقات سابقة كيف شارك مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي، أعضاءه شاركوا في العمليات الإرهابية إلى جانب ما يسموا ببركان الغضب، بل هم يعني كانوا في سرايا أو كانوا في كتائب ميليشيات مسلحة بارزة عند دخولهم لترهونة ومطار طرابلس وأيضا صبراتة ومواقع مختلفة في الغرب الليبي. إذن الحقيقة أصبحت ماثلة أمامكم وواضحة، ونذكركم بها لأن هذه مهمتنا حتى يستوضح الرأي العام عن كل الالتباسات وعن من يريد تضليل المشهد باستخدام آلة إعلامية إخوانية متطرفة. أبدأ اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة الآن، بإمكانكم التفاعل مشاهدين على البث الحي والمباشر، والنقاش الآن مستمر لأننا اليوم في صدد يعني حملة إعلامية تنظيمية لتنظيم الإخوان، للأسف دموية، كل يوم يستعرضوا أرقام لضحايا الألغام في مدينة طرابلس من المدنيين، ويتهمون الجيش، يستخدمون دماء طرابلس لحربهم الإعلامية والسياسية ضد الجيش الليبي، يستخدموا دماء الأبرياء من أجل البقاء في طرابلس، يقتلوا في الأطفال والمدنيين من أجل أن تخرج صورهم هكذا في الفضائيات، وأرقامهم أرقام الضحايا، وحتى يقول لك نحن كنا نحاربه في جيش دموي وجيش قاتل للأطفال والمدنيين وغيره، فقط من أجل هذه الصورة يقتلوا عشرات من المدنيين بالمئات، عادي جدا، هذا هو تنظيم الإخوان. أبدأ اتصالاتكم إذن على الرقم الظاهرة الآن. عبد الله من طبرق، أهلا بك عبد الله، إليك التعليق، تفضل. مساء
الله من طبرق اذا انت في الاستماع تفضل. انا رب اول حاجه ربي ينصر جيشنا امين ينصر قياده اركان حرب خليفه بالقسم حفظ الرب ينصره هو عودته. نعم امين. اول حاجه بارك الله انت وجماعتك اللي في القناه وانت وعلي رمضان بارك الله فيكم. اشكرك وربي ينصر جيشنا وبارك الله فيكم وموفقين. شكرا استاذ احمد. شكرا لك الى عبد الرحيم من البريقة. اهلا بك عبد الرحيم. عبد الرحيم من البريقة اهلا بك اذا انت في السماع. عليكم السلام. من طبرق يا استاذ احمد. من طبرق اهلا بك تفضل. شنو حالك يا استاذ احمد؟ عليكم السلام اهلا بك تفضل تعليقك على يا استاذ احمد عن المواد اللي عرضناها الان ونستعرضها ردا على الاعلام المضاد او الاعلام المضلل للمشهد في طرابلس. تفضل. اول مره عين الشمس ما تغطاش بالغربال يا نعم. استاذ احمد نعم هذا واقع وعشناه نحن من ايام غازي وفي اثباتات وفي وثائق موثقه وحتى اللي قشوا من هنا وراحوا ودروهم التريس وراحوا مغرب هم اللي كانوا قاعدين في بغازي وهم اللي توا قاعدين يفخوا في طرابلس. نعم هذا انا اللي حبيت نقوله يعني العين الشمس ما تغطاش بالغربال. صحيح. وجيشنا قاعد انا لا نعول على اجانب ولا نعول على اوروبا ولا نعول اهميه عبد الرحيم اهميه تذكير اهلنا في طرابلس والمنطقه الغربيه بالكامل لما عانته مدينة بنغازي من هذه الألغام من هذه الأعمال الإرهابية واللي كانت نتيجتها ضحايا بالمئات من المدنيين وذات الفعل الآن تقوم به الجماعات المتطرفة والمرتزقة السوريين في أحياء طرابلس. أول مرة أنا نترحم على شهداء في هندسة الألغام اللي ضحوا. نعم. عشان نحن نمشي مطمئنين ونجول بيوتنا سلمين يعني اكيد وهذه بشهاده اهالي بنغازي انا من طبرق لكن انا حاضر الواقع يعني انا نمشي ونجي ف ف ف ف ف فانا بنقول لهم حاجتين يعني نعم. نفس ما صار في بنغازي حيصير غالي لانهم هم من اجل البقاء من اجل البقاء اي حاجه يديروها من نعم. اجل البقاء من اجل انهم يقعدوا يزرعوا الغام يجيبوا لك يهود يجيبوا لك اتراك لكن انا اللي وجعني الحال ان 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 اليوم في اجتماع يا استاذ احمد نعم. في اجتماع القمه الاجنبيه الخونه العملاء يعني هذول كلهم مؤيدين لحكومه الفرقاطه حكومه الخونه نعم. الحكومه اللي باعت الوطن فنحن نقول لهم يعني مهما تدير والله اقسم لك بالله يا استاذ احمد الوطن راهو ما تنازلوش عليه لا تنازلوا عليه بمعاهدات ولا تنازلوا عليه باتفاقيات نحن على الارض جيشنا قاعد ونعادي ونسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا تحياتي لك يا استاذ احمد. نعم طيب شكرا لك عبد الرحيم من طبرق الى ورده الان من بنينه ورده ذات السيناريو عاشته منطقه بنينه بالكامل وعلك رصدت ما خلفته الحرب الإرهابية على أهلنا المدنيين في مناطق بنغازي وتحديدا بنينة. تفضل. مرحبا يا حميدة. مرحبتين ورد. نعم. أول بدي قلت الشخص اللي توه قال عين الشمس ما تغطى بالغربال. صحيح. يعني بنينة اللي زرعوه في بنينة زرعوا الجيش والله عرب بنينة ما موتوا في عويلة مدرسة وموتوا في عويلة اللغم وقريولس والقوارشة وبنغازي كلها زرعوها وبنينا اقسم لك بالله شبكه دروها شبكه عنكبوت دروها لنا ما نزحن الا الجيش للغام نتاعهم وبعدين كلمه النعمان ولا شو اسمها هذه اللي قال اقسم بالله نفخوها ونغم يعني هم اللي يالفوا يقولوا والله نفخوها ونغموها راقدين عرب طرابلس ولا طرش ما يسمعوش والله ما يحبوش والله مش عارفين انا في انا من اللي قاعدين معاهم مش سلام بكل الناس اللي تذبح الناس اللي تقتل الناس اللي تعدم اعدمت بويا عمره 80 سنة شايب كبير اعدموا الجيش ما اعدموا هم ما قاعدين نحن هنا في أمن وأمان مع الجيش اقسم لك بالله لو ما الجيش راهو حوت واكل بعضه صعب الليبي اقسم لك بالله
ساعتهم يو على ارواحهم ويلفوا على جيشهم، يلفوا على الجيش. الجيش ما هو خاين ولا يدير في مقابر جماعيه، ما هو ادلال المقابر الجماعيه من قريونس او من 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 هذا ابو سنيب ومن قوار. اقسم لك بالله بعيني الحق فيهم يحاولوا في المقابر الجماعيه للناس. من اللي عدم السعيد قال له احفر قبرك؟ ما عدموا الدواعش احفر قبرك، قالوا له خلوا عويلته من بنينا اعدموا في ابو سنيب. ليش هيك ينكذبوا على الجيش؟ عرب طرابلس مش صغيرين يرجعوا بصوابعهم، ساعتهم يوعوا ويسمعوا يا اخي. من اللي قاعد غادي معاهم؟ ما قاعدين السوريين في ديارهم وفي عيشانهم وين مردين هم؟ يا وردة أعطينا بحكم أنك من مدينة من منطقة بنينة المجاهدة الصامدة، هذه الرمز التاريخي للكرامة. وردة خليك معاي، وردة بما أنك من هذه المنطقة الصامدة المجاهدة المنتصرة، رمز من رموز ثورة الكرامة وثورة الرجال التي شكلت ملحمة تاريخية في ذاكرة الليبيين. بنينة تصدت لهذا الإرهاب وهذا التطرف بقوة، أصبح كانت صخرة صماء في وجه هذا التطرف وهذا الطوفان من الإرهابيين، والتحمت مع الجيش الليبي. كانت هي أيضا يعني تعاني من آلاف من المفخخات والألغام والعبوات الناسفة في كل أحياء ومناطق بنينة. علقي لي على أحداث تاريخية حول هذا الإجرام الذي عاشته هذه المدينة وهذه المنطقة الآهلة بالسكان بعد عودتكم لمنطقة بنينة، وكانت الألغام والمفخخات منتشرة في هذه المنطقة من بنينة. يا استاذ احمد خشوا علينا بالمفخخات، اول مفخخات صارت في ليبيا صارت في بنينة. مفخخات اول ما خشوا علينا بهن، اقسم لك بالله الناس انتزعت من قلوبهم الرحمة، خشوا بسيارات اسعاف على اساس ان اسعاف والناس مذعورة وعندها ناس جرحوني وهن مفخخات ويضربوا فينا بالصواريخ يوميا بلا شفقة ولا رفقة. اقسم لك بالله 3876 صاروخ اللي طحن على بنينة، فاهي؟ اقسم لك بالله اقتلوا الناس الآمنين في مراقدهم، يقتموا الناس، خربوا بنينة، خربوها على بعضها. لكن عرب بنينة صبوا لهم بالمرصاد، عرفوهم ناس طاغيين، عرفوهم ناس لا رحمة لا شفقة فيهم. ناس وعدونا بالذبح وبقطع الرؤوس وخصوا علينا التوانسة بالمفخخات. أقسم لك بالله يعني كان قعدوا ورقدوا عرب بنينة، أراهم راقيين فوق لعند مصر خاشين عليها. هذوما ناس ما فيش قلوبهم رحمة، ناس يتواعدوا في الناس اللي قسما بالله علي العظيم يعني في ممكن في الجيش وحدين توا حيين. اقسم لك بالله لقيناهم عدمين شايب وليد عمره 6 سنين عالقينهم في بير متاع حوش مصبوب. اقسم لك بالله لقيناهم في القواشه ممكن توا في وحدين من الجيش قاعدين حيين يندروا عليه الموضوع هذي. نعم ناس تخطف في الناس، ناس ما عندهاش رحمه، يا ناس فخخات من المدارس. اقسم لك بالله مدرسه في بنينه راح ضحيتها ويله اللي انعورت عينها واللي مات وحيد امه مات وعلى صعيتي عوزها وخلق من عويله اللي موتوا فيها. ناس نزعوا صحة من عرب بنينه رقد لرياح، بنينه ضحت بعيشانها ضحت بعيالها، قالوا لهم نحن بنينه بدا جيش دمروا الحشان ان اهم حاجه ما يقعدوا الناس الشراب اللي معفنا هذول ما يقعدوا الناس. بنينة قالت لهم نحن حيطة مسكرة، نحن لا نفهموا لا نعرفوا شيء، نعرفوا وطننا متريح الحشان يردن بالرغم أن ظروفهم قاسية وناس رقاد رياح وما صبش معاهم حد. أقسم لك بالله ما صب معنا خاطي ربي ما صب معنا واحد في الأثارات في كل حاجة، لكن ضحينا ولقينا وطننا، لقينا ليبيا، لقينا جيشنا، لقينا عيالنا، لقينا ناسنا طيبة. بنينة عمرها ما تبيع ناسها بنينة. صحيح. طيب شكرا أنا شكرا عفوا من وردة من بنغازي بنينة تحديدا من هذه المنطقة، هي تعد قلعة من قلع الرجال. شكرا لك. الآن خلونا نشاهد هذه المادة الأرشيفية أيضا لما كانت تعانيه مدينة بنغازي من الألغام.
أنا اسمي فرج محمد فرج، أقول هام محمد فرج شهيدة، وأنا ماشي مسامح الأخوان اللي خلوني نخسر أختي واللي يدعم فيها أختي اللي كنت نلعب أنا وياها خلنا نعلق شوية على هذه المادة. هذا طفل ينعى أخته اللي كانت ضحية من ضحايا الألغام في مدينة بنغازي، هذه المفخات وهذه العبوات الناسفة وهذا الفعل الإرهابي الدموي المشين بحق الإنسانية، وهذه الألغام، كمية الألغام الكبيرة التي كانت منتشرة في كل مناطق ضحايا مدينة بنغازي، هو موت أعمى، يعني يصطاد الصغار الكبار، عسكري مدني، وبسبب ذلك تم يعني تجريم استخدام هذه المفخات في أي دولة ووفق معاهدة وقعت عليها الدولة الليبية في السبعينات. اليوم نتحدث عن هذا الإجرام ونحن في 2020، ما زال تنظيم الإخوان عبر دواعش وعبر الإرهابيين اللي سماهم ثوار وأذرعي المختلفة اللي يحركهم في كامل خارطة التراب الليبي يقومون بهذا الفعل الإجرامي. والبعثة الأممية برغم استناد لا تريد الاستناد على كل هذه الأدلة الضخمة الكبيرة، هذا الأرشيف اللي يمكن حتى نحن نعطوه للبعثة الأممية وهو موجود في عبر منصاتنا المختلفة أو موجود في قناة ليبيا الحدث أو موجود عند كل مواطن ليبي ممكن يفيد بها البعثة الأممية إن كانت تريد البحث عن الحقيقة من وراء هذه الجريمة النكراء وهذه الجريمة اللي كانت منتشرة وهذا الموت المحقق اللي كان يصطاد المدنيين في مدينة بنغازي ويقتل الأبرياء. كان الدواعش يستخدموا الألغام للقتل المدنيين والقتل الأهالي بنغازي، وكانوا يستخدموا في الصواريخ العشوائية يطلقوا فيها من محاورهم من مناطق اللي كان محتلين عليها، ويتهموا في الجيش الليبي بأنه هو وراء من يقذف المدنيين أو يقصف المدنيين في ساحة الكيشة وغيرها من المواقع. ذات الأسلوب ما زال يكرر الآن ويسمع الآن في مدينة طرابلس. طرابلس، هناء من طرابلس، أهلا بك. هناء من طرابلس إذا أنت في الاستماع تفضلي. هناء أهلا بك. محمد من طرابلس. مرحبتين يا أخوي أحمد، كيف حالك؟ عليكم السلام. كيف الأخبار؟ تمام؟ أهلا بك. أهلا وسهلا بك، كيف أخباركم؟ أهلا بك يا محمد، نعم في الاستماع تفضل. موضوع زراعة الألغام يا أخوي أحمد. نعم. والله يا أخوي أحمد شو بنقول لك؟ احنا أول كمواطنين احنا قعدنا في حيرة، كل طرف يتهم في الطرف الثاني، احنا عندنا ناس. أعطوني الصوت يعني يا شباب. راحوا ضحية الألغام هذه وما عرفنا. تمشي للجماعة الوفاق يقول لك راهو لسبب زراعة جماعة الجيش. تنكر جماعة الجيش يقول لك هذا مرض السوريين. أنا كمواطنين الحق والله لا اختلط علينا الأمر يا أخوي أحمد. للأسف أنهم هم زرعوا الألغام في مدينة بنغازي ويتهموا الجيش بأنه هو وراء زراعة الألغام في طرابلس. الحلقة بإمكانك أنك أنت تعيدها، هي معادة الساعة 1:15 ممكن توا التحقت ببثها، و1:15 الليل و1:15 الظهر يوم الغد، وبثينا فيها الكثير من المواد بإمكانك أنت تطلع عليها، منها اعتراف على لسان شورى ثوار بنغازي اللي يشارك جنبا إلى جنب مع البركان الغضب في طرابلس ويقاتلون، وهم نفسهم زرعوا الألغام وحصدت أرواح المئات من المدنيين في مدينة بنغازي من المدنيين ومن العسكريين. والآن بإمكانك متابعة هذا التقرير اللي حنبثوه بعد قليل، بعد دقيقتين من الآن، لرصد ليبيا الحدث لما كانت تعيشه مدينة بنغازي بالكامل من هذا الإرهاب المنتشر من مخلفات الحرب أو حتى الألغام في مدينة بنغازي. عادت مدينة بنغازي لحياتها المستقرة. خلنا نشاهد هذه عودة الحياة إلى مدينة بنغازي بعد ما عانته أو بعد معاناة للإرهاب والتطرف والظلام الذي كان يجتاح المدينة بالكامل. الآن عادت هذه المدينة إلى استقرارها، عادت إلى الأمل
إلى الحياة المستقرة. عادت بنغازي تحت مظلة الجيش الذي لم يزرع فيها إلا الأمل إلا الحياة بعد سنوات ظلام وإرهاب وتطرف. عادت هذه المدينة لمجدها وانتصارها، عادت مدينة بنغازي لجمالها واستقرارها تحت مظلة مؤسسات أمنية وشرطية ومؤسسة جيش تحميها وتحمي كل المدن الليبية في المنطقة الشرقية بالكامل. بعد هذه المادة ستشاهدون تقرير مؤرشف لقناة ليبيا الحدث من إعداد وتصوير قناة ليبيا الحدث وإعداد وصوت الزميلة صفاء الحاسي. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، أحمد المدني يحييكم، علي رمضان وعبد الحميد الورفلي ومحمد جودة، إلى اللقاء. العسكرية قامت بزيارة إلى مخزن الألغام والمفخخات التي زرعتها الجماعات الإرهابية في المحور الغربي لبنغازي. شملت الزيارة مناطق جروسة وجبو وتيكا وقرية بوزكرة وشركة الصينية، والتي كانت قبعة تحت سيطرة تنظيم داعش الذي زرع المئات من المفخخات والألغام بطريقة عشوائية. مفرزة الهندسة العسكرية في المحور الغربي فتح ثغرات لقوات المسلحة الليبية لتقديم القوات المسلحة الليبية على مقر العدو، خاصة في المناطق في منطقة زكرة وتيكا وأم المبروك وعمارات الصينية وبوابة القوارشة. المخزن يعتبر حصيلة عناء طالت أكثر من عامين لفك الألغام ومخلفات الإرهاب التي حصدت أرواح الكثير من جنود القوات المسلحة. صنف الهندسة بالمحور الغربي أنهى مهمته بعد أن أعلن تحرير محور قنفودة، وفي انتظار الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة للانتقال إلى مواقع جديدة، ولعلها محور شمال المدينة الصابر سوق الحوت. معاون المنطقة الشرقية للصنف وجه نداء عبر قناتنا للمواطنين ممن حررت مناطقهم بعدم الدخول إلى منازلهم إلا بعد أوامر قوات الجيش وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي أجسام يشتبه فيها فورا. الرسالة للناس اللي تم تحرير المناطق نتاعهم، نتمنى أن قبل ما يدخلوا لبيوتهم أو يجوا للمناطق المحررة نتاعهم يكون تنسيقهم مع الجيش ومع سلاح الهندسة باش يكون الدخول نتاعهم دخول آمن وما يضرروش وما يتعرضوش لإصابات أو موت أو وفيات. كما أثنى المواطنون عن مشهودات رجال الهندسة الذين ما أن حرر تجمع بوزكرة الذي يضم عدة مناطق حتى باشروا في تفكيك مخلفات الحرب. الشكر والتقدير خاصة لمجموعة الهندسة العسكرية الذين قاموا مجهودات جبارة وكبيرة في إزالة المفخخات من منطقتنا وهي تجمع بوزكرة منطقة تيكا، وهذا الدور كان عظيما وكبيرا. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المهمة التي يقومون بها. عامان ولم تتوقف أيديهم عن فك ما يزرعه الإرهاب، فهم الشهداء الأحياء من ينزعون الألغام ليزرعوا الورود.